في واحد هنا انا مش سامع صوته خالص خالص خالص. الزمالك كم كم يا معتز؟ 2 لمين؟ سمح لي تاني لو سمحت. 2 لمين؟ هيجيبوهم وكده. ماشي. عاجبك اللي عمله ايمن اشرف ده؟ عالكور. انتوا تكسروا يبقى على الكوره، احنا نكسر يبقى احنا سفاحين وولد 60 في 70. لا كسرتوا عبد الشافي؟ قولي قزاز. قزاز؟ لا حول ولا قوه. شايف؟ شايف؟ هتقابلوا ربنا كيف بعد ايده اللي اتعملت كده؟ مالك هتطلع بقى زملكاوي؟ الزمالك كسبان 2-1 اهو. قول اهلاوي. هتطلع زملكاوي زي بابا؟ قول اهلاوي. انت اخترت انت ولا بابا؟ بابا. يطلع زملكاوي. ادي اخسر زملكاوي. لا قول اهلاوي. قول اهلاوي. زي بابا ولا زي معتز؟ على فكره جيرالدو بيكسر. هو يكسر؟ لا ما يكسر كيف يعني، انت هتغلب عافيه. ايوه انا هنغلب يا بابا. مكسروش طول عمرنا بنغلب وما بنغلبش عادي. وانت؟ ينفع يا مالك؟ ايه ينفع؟ ايش؟ انت ابن كلب انت التاني. قوم يا معتز التالت جه. التالت التالت التالت. لا النهارده النهارده في حاجه. هيقوم انسى انسى انسى. ما فيش ده، ده الدقيقه 93 هتقوم وفاه. خلاص انسى. شايف السجة يا ابني؟ يا سلام. تبقى زيي ولا زي معتز؟ عارف 3-1 ب10 لاعبين. ب10 ايه؟ ب10 ايه؟ 10 لاعبين يعني ايه الجامد؟ معلش معلش يا معتز، هارد لك هارد لك. 3-3 يا معتز. 3 خليك عيد ما جاش يسمع الماتش. لا بس بص يا محتاز، الزمالك كسب بس في الاخر دي كوره يعني نسمعها للمتعه الشخصيه كده نستمتع بيها، بس ما ينفعش حد يزعل حد بسببها، حد يضايق حد بسببها. في الاخر هي كوره فاهم يعني، قماشه مليانه هوا وناس بتجري وراها وناس بتلعب، اللي بيلعبوا في الملعب مبسوطين واحنا مبسوطين عشان بنتفرج عليه. لكن ما ينفعش ان احنا نزعل من حد او نضايق حد. لا لا ما تزعلش.